بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نزداد محبة لك ونزداد إعراجا أي معراجا نحو حضور بين يديك يا كريم، واجعلنا نعبدك كأنما نراك، فإن لم نكن نراك الآن فأنت ترانا في كل آن. آمين يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. الحديث يطول، المسألة بتاع الفيسك والمسألة بتاع الصدق في النية ومعرفة النفس، هل هي متواعية لرب العالمين ولا هي تنافق رب العالمين الذي لا يخدع أحد؟ يعني الأمر صعيب، ياسر عميق، ياسر وله وجوه شتى. المفيد احنا نختم ربما بهذا الكلام هذايا في الشريط الآتي، كيف ختم هذا الذي اسمه بشير. فلعل البعض منكم يتخذه معنا درسا له حتى يستفيق من وحدته ويخرج من هذياني ويحرر نفسي من قبضة إبليس اللعين، أخزاه الله تماما تماما تماما. والسلام.